الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أقول هذا يا مجا سفارة الجمهورية فدرال كسومالية أي كونفور أفريكا خيبت حفيز كارمها الدين تا إيا وخافتا وحان دمان أمد الصومالية ميلول بأيكونولي هين خاصة ودمد الاسكوير هذا صدر عن أفريكا وحان لي هاي رمضان مبارك محايا لي وحان كجرنا بشي بركيسنا بشي خيمها بدنا او ان هذا ان مرينو تمك او قدن بي بشي رمضان او الهي سبحانه وتعالى نوغو بلان قادي ماركيسا ان نارتا لساقا حرين دونو الهي دو يرهدو وحن الهي كبرينا الهي انو نوغو درو ددك نارتا لغو حريي او الهي سبحانه وتعالى انو وافجيو هبينك الهي سبحانه وتعالى خيرك كتل المامي ليلة القدرك وحن دمان لينا هاي سفارة دا تيم كيديو دان وغوصة ريا اكسلنت مدنة محمد علي ميري امباسادور هي تيم كيسي وحن دمان امد الصوماليات لينا هاي اين ماركيسا اين اسقرب خبتان اي اسقرب استاغان قول كودة دباتيسان متك دان طير متك ماركيسا وحوباهان قبدا قروبتا اه مدى عرورتا اغومان هايستا إن لسو قرقارو وحن كلا لينا هاي دمان قنع ستادة صومالية إيه كاوضا شاقاي ستا ودمدان صودرين أفريكا إن أي أغود ديخان زكوات كودي تدكو در لباتي سن ماركي سا خاصة تدكا ودنك الدقن تدكا ديرسو كولا أه تدكا لباتي سن ودنكا صود أفريكي ينواحي جيدا ودمدان صودرين أفريكا الدقن وحن دمان لينا هاي إن شاء الله تعالى إنا oo gargaartan walaalihiina dhibaateysan sida ay maarkaysa oo nolosha mustaqbalka ayagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku siiyo waxaan kala insha Allah ta'ala aan leenahay dhamaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool Southern Africa safaarada mar walba diyaar ay idin tahay shaqooyinka aad u baahatan shaqooyinka consulate-ka ah ma safaarada u furan yahay wuxuu u furan yahay awtanka jaliida Soomaali ee wadamadan aan hadda soo sheegay mar walbana diyaar waxay u yihiin in maarkaysa ay garab istaagaan dadkoodi iyo maarkaysa jaliida ay matalayaan khaasatan markaan ku soo laabto xafiiskayga arimaha diinta oo waqafta waxaan qabanaa shaqooyinka la qabto oo safaarada waxa kamid ah in warqadaha ninkaaxa oo maarkaysa marriage certificate la yiraahdo warqadaha furriinka ah oo certificate kaas asagana laga bixiyo iyo dadka danta yar oo dhibaateysan marka qaar kooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoogu soo dhiibo inaan ku caawino marka mar walba waxaan diyaar u nahay aan heegan u nahay aan mar walba ma arkaysa oo soo dhaweynta jaaliyada oo ku nool wadankan iyo waxay u baahdaan inaan u qabano